بنجدد التحية مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم في آخر فقرة من فقرات شباب شو وختامها مسك. طبعا هكون معاكم أنا خالد عبد الناصر وبسان. ازيك صباح يا الخير بسان؟ يا خالد، عاملين ايه؟ وصباح الخير على كل صباح اللي الفل. بيشوفونا من شباب شو ومن مشاهدين الصحة والجمال. النهاردة فقرتنا هتبقى فقرة فرفشة وحاجات فقرتنا هتتكلم عن بنات آخر زمن. لو هنفتكر المثل اللي هو بتاع اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك، هل انت شايفة المثل ده بس انت فعلا دلوقتي ماشي؟ هو في الايام دي يعني الايام اللي فاتت، يعني الزمن القديم ما كناش طبعا ان البنت ليها راي ان هي في جوزها او ان هي تختار جوزها. دلوقتي لا، البنت هي اللي بتتشرط، البنت هي اللي لا انا مش عايزه ده، لا انا عايزه ده، ومش عارف ايه، وبتحصل خناقات كتير الله. قوي. طبعا انت هتقولي دلوقتي البنات بقوا اجرأ من الولاد، طبعا علشان كده احنا مشاهدينا حلقتنا النهارده او فقرتنا بتتكلم عن جرأة البنات اللي بقت اكتر من الولاد في كل حاجه، على فكره في المعاكسات ماشي، لا في لا اي لا حاجه. معلش يا لا لا خالد، لا 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 عبد الله ابدا. لا مش احنا اللي بنعاكس لو سمحت. لا لا هنروح بعيد ليه؟ لو هنفتكر مع بعض فيلم هتولي راجل اللي اتعرض 2013، كان بطولة احمد الفيشاوي يسرى بالظبط كده. اللوزي، هم تنبأوا وقالوا ان ممكن الستات هتعمل حاجات كتير جدا في المستقبل، منها ان هم بدأوا دلوقتي يسوقوا اوبر وتاكسي وحاجات، ودي فعلا هم عملوها في الفيلم. هو الفيلم كان تجسيد لأفكار بنات أساسا، ان احنا بنبقى دايما قاعدين ايه اللي هيحصل لو مثلا الراجل هو اللي قام بدور الست، او الست هي اللي قامت بدور الراجل، ايه اللي هيحصل لو هي اللي صرفت على البيت وهي اللي راحت الشغل وهي اللي بتعمل كل حاجه وهي اللي قايمه ان هي عمود البيت، والراجل هو بقى اللي بيربي وبياكل وبيشرب وبيغير بامبرز اكيد وحاجات كتير احنا كده قوي. كده على فكره بنغير لا لا بامبرز. ما بتغيروش على لا فكره، لا لا انتوا دايما بتتخانقوا معانا وبتقولوا لا احنا مش هنغير انا وحاجات. الصراحه لما ولاد اختي لما كانوا لسه اطفال ما كنتش بقدر اهو يا اغير جماعه البامبرز. نموذج اهو على الهواء. لا الصراحه ما كنتش اقدر. بس على فكره في مهام تانية الست ما تقدرش تعملها، زي ايه مثلا؟ يعني احنا نقوم باي حاجه على فكره. اولا انتوا مثلا بتروحوا تجيبوا العيش الصبح، بنروح مين نجيب طب مين العيش. اللي بيرمي الزباله؟ احنا على فكره لا اللي بياخدها وهو معلش، نازل من احنا ما البيت. كناش قادرين، فبنضطر ان انتوا تخليكم انتوا اللي تنزلوا بس مش بالظبط، لو اكتر. رايحين الشغل الصبح مين اللي بيجيب العيش؟ احنا لا احنا بناخد اللي بنجيب الزباله في على ايدينا فكره. واحنا لا نازلين. يا خالد ما اسمحلكش، احنا اللي بننزل نجيب الفطار واحنا اللي بننزل لا لا نجيب لا العيش وعهد واحنا الله بنطلع ابدا. نعمله كمان. لا يا خالد ما لا 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 اسمحلكش. بس هقول لك الرجاله فعلا في حاجات ما يقدروش يعملوها، الستات فعلا هي لازم تقوم بيها. زي طبعا يعني دي ايه حاجات زي زي الحمل ايه؟ مثلا، زي انت تقدر ان انت تحمل 9 شهور. لا الصراحه لا معلش جربت لا وجع لا الولاده او الصراحه وجع فعلا الولاده خلاص. طب الكيسه؟ انتوا لا بتذلونا ولا معلش ايه؟ معلش معلش، اصل انتوا بتقولوا اصل احنا مش بنستحمل، واحنا انتوا نكدين قوي وحاجات خالص كتير قوي. بالعكس. ده احنا بص بكلمه واحده هقول لك بس. حاجه، الراجل بيتغير امتى؟ لما بيلاقي الست اللي قدامه اتغيرت او بدات تنكد بقى ما عليه. هي بتنكد ليه؟ ما عشان انتوا اللي ليه بتنكدوا، النكد من انتوا اللي اساسه؟ بتنكدوا. ليه احنا حضر الله ايوه ابدا؟ ايوه فين انتوا ده احنا فرفوشين يا خالص، بنتي. انتوا ملاك. طب هقول لك على حاجه، دلوقتي بقى في خطط للبنات بقى بيعملوها طبعا علشان خطط. يقدروا يوقعوا الولاد، احنا ده حاجه. في جروبات كتير قوي للبنات اساسا، اللي هو واحده مثلا تعجب بواحد فتيجي تقول بقى لصحابها هاي يا بنات، وتبعت بقى صوره، واحده تقول لها انا هجيب لك قراره، على فكره فتجيب بقى هو شغال ايه وسنه ايه ومكانه فين وبيصحى الساعه كام وبياكل ايه والكلام. احنا البنات ثواني، على فكره انت فعلا مخابرات. البنات بقت اجرأ، اللي انا شفت بعيني محدش قال لي. في مره انا حكي موقف بس بسيط، انا وزميلتي يعني عادي كنا قاعدين مع بعض وكنا بنحكي ممكن مواصفات البنت اللي انا ممكن ارتبط بها ايه، فانا بقول لها كذا كذا كذا، قالت طب ما المواصفات دي فيا انا يا خالد ما تتجوزني. والله بجد لا لا يعني يا خالد انا متوصلش شفتها، لكده. انا كولد احرجت هو اتكسفت. احنا جريئين بس متوصلش ان لا انا لا اروح لا لا ده للواد اقعد توصل لنص اتجوزني. كمان، انا قلت يعني انا قلت لها لا دلوقتي يا بنتي انا ما بفكرش في هي الجواز. ممكن مثلا تقول لك يعني تهتم بيك، حاجات ممكن. تقول كلام حلو ليا، لا بس حس بقى فعلا على دمك حصلت. شويه لا واعرف ان انا معجبه بيك. طب افرض انا مش معجب بيك، انا ما حر، احس برضه هو على الحب دمك يعني. بالعافيه؟ ايوه طبعا يا لا خالد، لا هي بس اعجبت بيك خلاص. لا بس الصراحه انا لما انا اتكسفت انا كولد، لما هي بتقول لي هي ممكن تقول بتقولها بضحك مثلا، بس هي قالت طب ما تتجوزني انا، طب ما انا فيا المواصفات اللي انت طالبها. وده امثل، ده اكتر مثال يدل ان احنا بقينا اجرأ والولاد هي اللي بقى جدا على فكره يتكسفوا. انتوا يعني بتعكسونا يا جماعه احنا عادي. اللي بنعاكس، انتوا ده احنا بتعكسونا. صح؟ لا بدأتوا معلش جدا. انا جاي لا الصبح كنت متعاكسه. معلش يا خالد لا معلش. طبعا انت لازم تتعكسي، الله مين اللي ما يخليك. يقدرش يعكس؟ ربنا ده يخليك. يبقى ضرير يا بنتي. يعني لا بجد، هو واحنا جريئين بس مش لدرجه ان انا اروح لولد اقول له لا 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 اتجوزني يعني. في لا الصراحه في الوقت ده وفي الزمن ده فعلا بقى الموضوع صعب جدا معاكم. لا هو ممكن يعني بس ما توصلش يعني. لا لا هو ممكن في الناس اللي هي الهاي قوي، الناس الكبيره مثلا بنت تعجب بولد فابوها هو اللي يروح بس يتقدم هقول لك للولد. على حاجه، هو ايه الفرق لما البنت تعجب بولد وتصرح؟ طب ما افرض هي شايفاه شخص مناسب وهو فعلا ما يكونش شايفها او مش مهتم بيها، هي ممكن تهتم بيه.
بص، الولد لما بيحس ان البنت مثلا مرميه عليه بمعنى اصح، او اللي هي معجبه بيه وميته في دباديبه، بيتقال عليها. لا مش كله على فكره. لا كله، لا معلش. لا 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 كله. انا الصراحه لو بنت لقيت بنت بتهتم بيها ههتم بيها. ماشي، بس انا لحد دلوقتي في جلايه يا بنت ما ارتبطتش. انت هتاخد الموضوع مثلا باللي هو اصحابه بتهتم بيك والكلام ده، عادي يعني، بتحصل ما بين. لا بس بيبان لما بلاقي بنت فعلا مهتمه في بيا ناس ما وبتكلمني. بتحسش. لا ده دول بقى جبلات في ناس الصراحه ما بقى. بتحسش. اللي هو حس على دمك بقى شويه، خلاص يعني. انا اعمل لك ايه تاني؟ اعمل لك ايه يعني؟ مش عارف. طب هقول لك على حاجه، في حوار دلوقتي برضو طلع جديد، ان دلوقتي الابهات بقت بتخلي البنات هي يتجوزوا معاهم في البيت، فالموضوع ما بيخرجوش بناتهم بره بيتهم. مش متخيله ان انا مثلا بابايا يبقى مشتري لي بيت اه قاعد فيه، لو حصلت خناقه ما بيني وما بينه اقول بالظبط، له اطلع بره، يلا خدي العيال وروح وخدي اقعد العيال عند وروح عند امك. امك، يعني مش عارفه اقول لك ايه. بالظبط انا فعلا انت مش هتصدعني، ده بيتي. يعني لما اكون قاعد مع مراتي في بيت حماية، يعني لما يكون انا مش هقدر اتخانق معاها، اكيد في مشاكل. كل البيوت يا جماعه فيها مشاكل، البيت الابيض فيه مشاكل، احنا هيكون ما عندناش عامله مشاكل. بالظبط زي لما تكون مثلا العصمه في ايد الست. بالظبط يا ايوه لهوي. مش بالظبط. هيقدر يقول لها بم عشان عارف انت طالق. بس هقول لك على حاجه، ممكن تكون الحاجه دي، ممكن لو انا مش مقتدر فعلا ان انا اجيب شقه او اجر شقه، ممكن فعلا ليه لا ان انا اقعد في بيت حمايه، بس بعد فتره مش هيبقى الموضوع كده على طول، بس مش عايزين يختار انا قاعد الشريك معاه. الصح، عشان ممكن في بعد الايام، يعني في الايام اللي جايه، يحصل مشاكل بقى، واللي هي بالظبط. بتذل، وانا انت قاعد في بيتي، انت ما عندكش، لا وانت 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 وحاجات جو كتيره قوي. حمضان يعني، ما مش 20، اسوانه بقى. احنا شكرا داخلين على 21 يعني، شكرا عام شكرا، جديد بجد. معلش مش في عارفه اقول لك كمان ايه. حته التليجرام اللي بدات تظهر يا التليجرام جماعه جديده، ده قالب السوشيال ميديا، الاوبشن اللي نزل فيه ده ابلكيشن قالب تليجرام. السوشيال ميديا. الناس كلها بقت ماشيه في الشارع ماسكه التليفون وفاتحه التليجرام، وشايفه بقى الناس القريبه منك عشان تقدر تكلمها. يعني انا ابقى قاعده في المواصلات عادي، والاقي حد مثلا ورايا بعت لي انا قاعد في الكنبه اللي وراكي، طب طب اعمل لك ايه؟ هقول لك على حاجه حصلت برضو معايا من قيمه كام يوم، وانا راكب برضو العربيه وماشي، فلقيت حد بعت لي بعد ما انا روحت، انا اللي كنت راكب معرفش فين جنبك الحاجه الفلانيه، فانا عمال اركز، الخلقه دي ما شفتهاش قبل كده، الوش ده ما عداش عليا. الرقم ده مش متسجل عندي. بالظبط يعني، بس هي حاجه ما هتعرفيش هي ميزه ولا عيب، بس لا هي عيب اكتر من ان هي ميزه. يعني ممكن ميزه ان هي مثلا ولد معايا في الشارع ويكون معجب بيا ومش عارف يوصل لي، او مش عارف يبدا منين، فيشوف بقى ان يدخل على التليجرام ويجيبني. عارفه بس هو برضو غلط، يعني هو غلط ان هو يكلمني، ما يدخل يكلم ابويا على طول. صح. يعني وهقول لك ممكن يكون خايف، يعني هو عايز يجس النبض شويه، لا برضو يشوفك ما يجس يعني. النبض في البيت يا خالد، معلش. طب هقول لك على حاجه، فكره برضو يا جماعه ان احنا التليجرام ده حلو، ايه الاوبشن اللي نزل فيه؟ استغاثه، يعني لو بيت بيتحرق او اي حد بيموت، يا جماعه الحقوني انا ما اعرفش انا في بولع. مشكله. نسى بتولع. بالظبط، لو هو في مشكله الحقوني، فهتلاقي ام تلاقيها الا الله عندك في دقيقه. بالظبط، بس اللي هو برضو عيب، عيب كبير قوي. يعني يا بقى قاعده وما تدفعيش الاجره عشان انا دفعتك. لا دفعت عادي ليه؟ لا يا عادي، خالد، لا مين لا انت عشان تدفع لي؟ عادي، انا ما يمكن هو اعرفكش. معجب بيكي فعلا وعايز يسد لا ما الجملك. معلش، لا ما بحبش مش الكلام حاجه على فكره، هي يعني غلط مش على عيب فكره بقى. في تقاليدنا وعاداتنا غلط، يعني مش الصح. يعني بس احنا احنا ما دلوقتي كناش خلاص كده. 2020 لا داخل برضو على ما الوقت. كناش كده، يعني ما نفقدش جزء من تقاليدنا وعاداتنا، كفايه. طب ثواني، ايه المشكله ان حد يدفع لك الاجره؟ ايه المشكله اللي مضايقاكي؟ مين انت؟ مين عشان تدفع لي؟ جارك، قريبك ما يعني. ماشي، ما جاري تمام، قريبي تمام، يعني قريبي اوريدي. انت تبقى يعني ما عندكش ذوق لو انت ما دفعتليش، بس لو انت اقول لك على قريبي. حاجه، الجيران لبعضيها يا جماعه، نساعد بعض، ماشي التليجرام تمام، ممكن بس يساعدنا على هو فكره. ما يكونش جاري. مثلا يكون انا رايحه مشوار والاقيه باعت لي على التليجرام بيقول لي انا جنبك في العربيه، وانا ما اعرفوش، انا اول مره اشوفه، ولا حتى جاري. ما اكيد ابقى عارفه جيراني عاملين صح، ازاي، فالاقي ده فعل الاجره. طب انت مين؟ هي دي بجاحه انت فعلا، مين؟ هي دي او بجاحه. مثلا يقول لي اصحي دلوقتي عشان انا عايزك في موضوع. لا لا لا، احنا نشيل يا جماعه الابلكيشن ده لا تماما من بالظبط. على الموبايل يعني بتاعنا هو كان يعني. وسيله ترفيهيه اكتر من هو وسيله لكذب البنات او صح، الولاد. احنا احنا ممكن نشوف الولاد، بس ما ندخلش نكلم. ياه لا لا يا خالد، ما لو توصلش. طلعت لك احنا دلوقتي بنشوف. لا الموبايل يا خالد. وشفت احنا بنشوف الرسايل. مثلا الصور، الولد لا لا لا، ده ايه القرف ده يا جماعه؟ لا لا، مش عاجبني، فمش اكيد مش هدخل اكلمه صح يعني. بجد، الوقت جري بسرعه جدا معانا، والفقره عدت وكان اختمامها مسك بجد يا بجد بسند. انا كنت مبسوط كده، جدا وانا كنت معاكي. مبسوطه والله يا خالد. يعني حلقه لذيذه، وان شاء الله تبقى لذيذه عليكم، وان شاء الله امين. تكون اسعدناكم وبسطناكم. بالظبط.
بجد مشاهدينا يا رب يكون فقرات شباب شو عجبتكم، وكمان تقدروا تشوفوا الفقرات دي تاني على صفحتنا على الفيسبوك شباب شو. بشكركم طبعا على حسن المتابعه، بشكرك جدا يا بسام. انا بشكرك يا خالد، وبشكر كل اللي شافونا النهارده، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده من برنامج شباب شو. ان شاء الله يا رب. تحيه مني انا خالد عبد الناصر، وتحيه مني بسام سعيد. في حفظ الله، السلام عليكم.